مساء الخير. في إطار الاحتفاء بيوم الشعب الذي تخلده جميع الأمم باقتراح من المغرب، والذي يحل هذا اليوم يوم 21 مارس، تحتفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع بيت الشعر في المغرب بهذا اليوم، وبحضور ثلة من الشعراء المغاربة الذين جاءوا لكي يمتعونا بقصائدهم ولكي يحيوا معنا هذا اليوم الذي يعتبر علامة بارزة من علامات الثقافة العالمية والثقافة المغربية بصفة خاصة. لذلك لا يفوتني باسم الهيئة التنفيذية لبيت الشعر أن أشكر السيد عميد الكلية الذي رحب بفكرة إقامة هذه الأمسية الشعرية بهذه المناسبة، كما لا يفوتني أن أشكر كل الذين مدوا يد المساعدة لإنجاح هذه التظاهرة، وبالخصوص القسم الثقافي بالكلية، وعلى الأخص السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي. في بداية هذه الاحتفالية أعطي الكلمة للسيد عميد الكلية ليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه. أولا أنا جدا سعيد بأن تحفظنا كلية الآداب هذه الأمسية الشعرية بالتنسيق مع بيت الشعر، فهذا شرف لنا بهذه المؤسسة، وربما هذه المرة الثالثة التي تحفظ بها كلية الآداب بالتنسيق مع بيت الشعر الاحتفال باليوم العالمي للشعر. فبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير أولا لبيت الشعر الذي اختار كلية الآداب بهذه المناسبة من أجل المشاركة بالاحتفال بالشعر، كما أتقدم بالشكر لكل الضيوف الذين جاءوا من بعيد من الطربداء ومن فاس من أجل تنشيط هذه الأمسية والاستمتاع بإبداعاتهم الشعرية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. فمرحبا بكم، مرحبا بكم جميعا، ومرحبا كذلك بالضيوف والطلبة الذين احتجوا من أجل الاستمتاع بهذه الأمسية الشعرية بهذه المؤسسة، ومرحبا بكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتادت منظمة اليونسكو أن تسند إلى أحد الشعراء العالميين كتابة مهمة كتابة كلمة بهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للشعر. وفي هذه السنة ارتعت أن تسند هذه المهمة إلى شاعر أرجنتيني كتب كلمة عميقة سيلقي مقاطع منها على حضرتكم، طالب عبنبي إسماعيلي، وهو طالب بمصدر الصحافة المكتوبة، فليتفضل. السلام عليكم. عنوان هذه المقولة شعرية الخلق للشاعر الأرجنتيني هوغو موخيكا: إن كل فعل إبداعي، كل قصيدة، كل لحظة تصبح فيها الكلمات شعرا، تكشف للذي يكتبها وللذي يقرأها شيئا جديدا، وتكشف في المقام الأول أن المعرفة والفهم لا يكونان في العلاقة المباشرة التي نؤسسها مع وجودنا أو عدمنا، لأن الإبداع أكثر أصالة من المعرفة، وأعمق من الفهم، وأبلغ من الفعل.
في العمل الإبداعي نعود إلى بعث الحدث الأكثر أصالة وكشفاً مما عاشه كل واحد منا، وهو أن تكون قد ولدت، وهو أن تكون قد ولدت اللحظة التي بلا ظل أو ذاكرة، اللحظة التي إذ نصادفها تجعلنا نبدأ كينوناتنا من جديد. الخلق هو شعرية الولادة، العودة إلى ما هو أصلي فينا. كل فعل إبداعي، كل كلمة منبثقة من تلك اللحظة تضعنا في ذلك الهناك الذي ليس مكانا، وفي العدم الذي يأتي منه كل شيء، في الإنصات إلى الفراغ وانتظار ما يأتي ويفسح المجال لما نسميه كينونة. الإنساني هو بعد الطبيعة وهي تبحث عن نفسها، وهو التاريخ برمته وهو يحكي عن ذاته لذاته. لهذا السبب بالذات فإن الشعر يتجلى في النبض الخافق الذي يولد من الحياة. في ضوء الكلمة يمكن مناظرة الخلق مع الولادة، وفي كل قصيدة، في كل بيت شعري ينبرج الضوء ويولد. إن الشعر هو الأصل والقصيدة قدر، وما بينهما الحياة. إنه خلق الحياة عندما يحتفل بذاته، إنه خلق الحياة عندما يحتفل بذاته. ومن ثم يمكننا أن نحدث أن في هذه العلاقة بين الشعر والحياة عريا يكشف عن نفسه مع كينونة الوجود. الشعر هو العقل، الشعر هو العلاقة التي التصقت بالوجود لدرجة تجعلنا لا نستطيع التصرف بإرادتنا مع القصيدة، لأنها امتنان وهبة. إنها ليست هناك جاهزة يمكن الإمساك بها، ولكنها تحقق وجودها فقط عندما يتم احتضانها. تكون حين تجد فراغا، حين تجد فراغ الذاتي في فراغ الشاعر ذاته، ذلك الفراغ الممتلئ بإمكانات تنتظر في كل شيء لكي تكون قادرة على أن تهب ذاتها لكي تصل إلى عمق الكينونة. إن الشعر ليس طريقة للمعرفة ولا للفهم، وكل كلمة فيه تولد من الإصغاء إلى الصمت. إنه الطريقة الأكثر جذرية إلى الخلق والإبداع. شكرا للطالب عبد المجيد إسماعيلي. والآن سننتقل مباشرة إلى القراءات الشعرية، وليعذرني الشعراء إذا لم أحترم الترتيب الذي ورد في الدعوات وفي البرنامج، لأننا عندما نتكلم عن شهر مارس فإننا لا نتكلم فقط عن يوم الشهر، وإنما نتحدث كذلك عن اليوم العالمي للمرأة وعن عيد الأم. ولذلك فإنني سأعطي الكلمة أولا للشاعرة أمينة المريني. والشاعرة أمينة المريني من الشاعرات المغربيات اللائي حفرن تجربة عميقة ومتأنية في صخر القصيدة المغربية منذ ما لا يقل عن 20 سنة، وزاوجت بين القصيدة العمودية وبين القصيدة وبين قصيدة التفعيلة، ولها مجموعة من الدواوين. أذكر من بينها على سبيل المثال للحصر: ورود من زناته، سآتيك مفردا، مكابدات، مكاشفات، ومنها تنفجر الأنهار، خرجت من هذه الخبيلات، وأخيرا من أوراق الحلاج الآخر. فلتتفضل السيدة أمينة المريني. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم وهنيئا
بهذا اليوم الذي هو عيد الأم وعيد الشعر وأول يوم من أيام فصل الربيع وعيد للرجل وللمرأة على حد سواء. عزف منفلت من عزف منفرد على وتر الهاء، قد رأت أعيني رسمه، قد رأت أعيني رسمه باسما في المدار الذي يزدهي ساحرا حوله، والجلال الذي من سنا صاغه باذخا يعتلي في المدى عرشه، الخلائق في المنتهى أبحرت حوله، وقعت سجدت شربت فيضه، كلها تبتغي حظوة نظرة تشتري كنهه، ما الذي سمعت إذ جثت حوله، ما الذي أبصرت في المدى ساريا طوعه، ما الذي أدركت يا ترى إذ دنت تحتسي كأسه، صبها قطرة فانتشى نبته حوله، والبرى عالما مائجا في البهى فاضحا حسنه، والذي في النهى أمل المشتهى، والورى بعضه مسها كافه نونه، فاستوت لوحة أنطقت سحره، ودنا وانجلى كوكبا موقدا ناره، ساكبا في الورى نوره، إن ربك أوحى له. وحبيبي قد همه أن تلابس لامه هاءه، أن يزدهي اسمه ألقا في البعيد البعيد البعيد، وما همه أن يرى السائحين وقد لامسوا جلبه، ما همه لما زلزل قلبي زلزاله، ليتني أشلي لحظة كله أبصرا في المدى سدره ظله، والمعاني التي خالطت حبره، والفهوم التي أترعت بحره، آه يا ليتني قهوة مازجت كأسه، ليتني باقة أزلفت نحوه، فانتجت من رذاذ البها وارتدت إطره، وأنا سائح 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 في المدار الذي من سنا صاغه، أبتغي أن أقبل في ومق كفه، أن أسكن كل المرايا التي حوله، أن أعسيس فيه إلى أن ترى مقلتي وجهه. ليته لو رأى خافقي مشعلا في الدجى عشقه راشفا جمره، لو درى ليتني أنني جئت إليه ومنه، وقلبي يدق له 200 دقة فوق كنه الدقيقة، يا ليته لو درى أنني لم أعش إلا له، أنني وامق وامق عاشق سائح فيه، أن عمري ابتدى عنده، ليته. شكرا للشاعرة هنا المريني التي طوحت بنا في قارة من الإشارات الصوفية التي تجعل المرأة يذوب في هذا العالم الذي تخطه الأحرف من ذهب. يحضر معنا أيضا شاعر من الشعراء المغاربة الكبار الذين ساهموا إسهاما كبيرا في صياغة القصيدة المغربية الحديثة، فمنذ أن كتب أشعارا للناس الطيبين في أواخر الستينيات وهو يتحفنا بدواوينه المتتابعة، ولكن شاعرنا ليس شاعرا فقط، إنه مترجم أيضا، فهو يعتبر من
رواد المترجمين المغاربة الذين عملوا على نقل بالخصوص الأدب الروسي إلى العربية، ولذلك فإنه تصدق عليه تسمية القنصل العام للأدب الروسي بالمغرب. فبدأ الكتابة الأستاذ إدريس الملياني كما سبق أن أشرت في الستينيات، وما زال يثابر وينتج بغزارته، ولذلك يصعب علي أن أذكر كل دواوينه في هذا الباب، وأكتفي بديوانه الأول الذي هو تحت عنوان أشعار للناس الطيبين الذين أصدره بالاشتراك مع المسكين الصغير والشاعر الهناوي. ثم بعد ذلك أصدر حوالي 12 ديوان شعريا على الأقل، جمع أغلبها في ضمن المجموعة الكاملة التي أصدرتها وزارة الثقافة في مجلدين. الأستاذ إدريس الملياني كما سبق أشرت إلى ذلك ترجم للأعلام الكبار للأدب الروسي، ومن بينهم بوتشين وتولستوي وغيرهما. ثم لا يكتفي هو بقول الشعر وترجمه، ولكنه أنجز أيضا دراسات شعرية تعبر عن تجربة عميقة ليس فقط في إبداع الشعر ولكن في تلقيه أيضا. أستاذ إدريس الملياني. أولا شكرا دكتور أخي حسن. أعزائي العزيزات، مع حفظ الألقاب التحية التقديرية العالية الغالية الرقيقة والعميقة لكل هذه العيون والوجوه، الصديق العزيز العلمية والأكاديمية والطلابية الجامعية التي تبدع وتمتع وتستمتع أيضا بالجمال، الجمال الذي قال عنه كاتب الجريمة والعقاب دوستويفسكي، هو اللي ترجمت ليه بزاف، إن الجمال وحده ينقذ العالم. وفعلا لو أن العالم كله استجاب لنداء جمال كل أنواع الإبداع الإنساني لكانت الأرض، الحياة على هذه الأرض حتما أحسن وأجمل وأفضل حالا ومآلا. اسمحوا لي على هذا التقديم. انطلاقا من نصوص روحية جميلة للأستاذة أمينة المريني، أعداد رسالة سأقرأ من قصيدة طويلة بعنوان أناشيد حب لمجد القصيدة وحدادا عليه، المقطع الأول منها فقط والمقطع الأخير، وهي مصدرة بكلمة لابن فارس على ذكر الحبيب. المقطع الأول: أمام خيمتي الاجتماع لصغير المغنين هذا الرثاء على لحن أرغن، تحنن حبيبي تحنن، هل استعليما بما بي وهذه دموعي أمامك تهني، نهارا وليلا أمامك أمشي بهذا الحداد ويمشي أمامي هواني، تحنن حبيبي لماذا تشيح بوجهك عني، أمل أذنيك علي، استمع لعتابي، أرحني ولا تتركني وحيدا أعاني، تعال سريعا لينزاح عني عنائي، تحنن حبيبي كالقطيع أنا مفردا وجميعا، صرت عارا لمن حولنا هزأة للبعيد، وهزت رأسي القريب وخرقة وحل لغسل دمائي، تحنن
حبيبي أمن أجل عينيك أصعد يوما فيوما محرقات لبعل غضوب يقوت بزيت رمادي ويحيى بملح دخاني وأدخل بيتك بالتقدمات ولا أستطيع إليك وصولا تحنن حبيبي تحنن قليلا ألست تراني أمامك أمشي ذليلا أجر ذيول انكساري وعاري نهارا أنوح وليلا أبوح وأنت تنام بعيدا جواري تحنن حبيبي أفق وتكلم إلي استجب لندائي أم تراني سأبقى إلى الآن أنفخ في البوق وحدي كأني وحيد زماني تحنن حبيبي تحنن. المعرفة لصغير المغنين هذا الحداء على عزف ريح ولا تهلكن حسن حفروا حفرا في طريقي ولم يسقطوا نصبوا شركا لخطايا ولم يسقطوا شيدوا حانة قرب مئذنة للقضاء علي ولم يسقطوا وضعوا لي قوانين كي يخرقوها ولم يسقطوا زرعوا فتنا لجنوني ولم يسقطوا وأنا هكذا في التراب كالبهيم أهيم وأسقط ثم أقوم وأسقط ثانية كالمؤمن المصاب أسترد كلامي وأندم ثم أقوم وأسقط كالضب منجحرا مرتين وألفا والنيف ولا من يهب إلى جحرتي لهذا تراني حدادا علي أجدف وأنا عالم بمعاصية لكن لماذا أسر بهذا إليك وأنت أتدري يقولون كيف يعرف من تراه يعلمه المعرفة من تراك يعلمك المعرفة من تراك سواك حبيبي سأقرأ في قصيدة المعتادة كنقراوها مرة واحدة في العام على الأقل عملا بنصيحة كثير من أصدقائي من الشعراء في محطة مترو مايكوفسكي في موسكو تحمل مايكوفسكي تمثال مصري أبيض له غالبا ما ينتظر تحته العشاق بباقة الورود كانت معه هذه محاورة تعرفون المركز انتظار في محطة مترو النفا عفوا انتظار في محطة مايكوفسكي عندما تذكرين أرى في محطة مترو النفا مايكوفسكي يطل على عاشق واقف ينتظر وفي يده باقة من قرنفل والقطارات تأتي وتمضي قطارا وراء قطار تارة عن اليمين تارة عن اليسار وهو في زحمة العابرين واقف بانتظار وفي يده باقة تعتذر دفينة كيس شفيف كقبر دفين تارة في اليمين تارة في اليسار يشيعها حين يتعب والعابرون يمرون والعاشقات يخاصرن عشاقهن والقطارات تأتي وتذهب والقلب يخفق 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 كالطير في قفص ينطلق في سماء محطة متر النفا هذه هي لا هذه هي لا كل عابرة تسترق نحوه نظرة وتمر وهو منتظر منتظر وفي يده باقة تحتضر فجأة حط كف على كتفي فالتفت أنت من؟ قلت أهلا ولكنه لم يرد علي تحية هل أنت من بلد العم سام؟ قلت كلا ولكنني إن أردت من بطانته الأقربين الكرام وتحسست جيبيه لأخرج قرصا من السويلغوم وسيجارة فاخرة هل تدخن؟ قلت لأستدرجه للكلام ولكنه صعر الخد واحتد ملتفتا نحو عضو ميليشيا فخفت
وقلت له لا تخف يا رفيق فالوديا، لست عينا جاسوس، لست عينا، ولكنني عاشق مستهام بحب نطاشا وأشعارك الثائرة. وأسمعته مقطعا من نشيد اليسار، مقطعا من قصيدة ليني، وآخر من غيمة البنطلون، وآخر آخر آخر حتى اطمأن إلي وقال خرشوا، وقال تعال، وأجلسني قربه على المقعد الخشبي. لم ندخن لأن المقام مكان عمومي، ولكن دخلنا القصيدة تلو القصيدة لنخرج منها إلى الذكريات القديمة والذكريات الجديدة. وماذا عن الشعر؟ قال وقلت هو ديواننا الأممي. وماذا عن الشعراء؟ قال وقلت قلت مفجع قدر الشعراء تحت كل سماء. وماذا عن العلنية والبيرسترويكا؟ ضحكنا معا ضحكا كالبكاء، وقلنا معا قول حق يراد به باطل قبض ريح. إلى أن وصلنا إلى المحرق العاطفي عن السنين كيف أحب ومات، وليرمونتوفا كيف أحب ومات، وبوشكينا كيف أحب ومات، وعنه وليلي بريك وكيف انتحر، قال منفعلا تلك أكذوبة بليت، بل قتلت، الرصاصة لم تنفجر من يدي بل يد السكرتير الذي هو نصف بشر. لعلك لم قلت بل في جواز السفر قرأت عن الجمركي عن الدركي عن الشرطي عن المكتبي وعن عاشق الاجتماعات أنصاف ناس يطيلون فيها الجلوس وهم في بلادي كثر. وأنت ألم تنتحر؟ قلت أنقذني بيت شعر. لمن؟ لمحبين، قالوا الشفاء من الحب حب يزيله. وذكرته بحبيباته تاتيانا وماريا ناتاليا وليلي بريك. وحين وصلت إلى محرق العاطفي حط كف على كتفي فالتفت. تأخرت قالت عليك، وأنا قد تأخرت عمري كله. ووضعت على نصبه المرمري باقة الورد، قلت وداعا رفيقي فالوديا، وخاصرتها وانصرفت وسأخاصركم جميعا. بغيت ولا ما بغيتش؟ سلام. الله يعرفك واحد الله يعرفكم، وكل ايامكم اعياد سعيده. شكرا للشاعر ليس الميالي الذي يعرف بأنه كتب بعض شعره في إطار عنوان كبير هو المسكوفيات، وقد قرأ هذه القصيدة الأخيرة ضمن هذه المجموعة. سننتقل الآن إلى شاعر آخر بدأ كتابة الشعر منذ السبعينيات، وتجربته تتسم بالكثير من التنوع، ذلك أن تطورا كبيرا وعميقا طرأ هذه التجربة عبر تراكم الدواوين، ولكنه يعرف بمحاولته الحثيثة لقراءة التراث وتوظيفه توظيفا يخدم الحداثة. لذلك فإنه حافظ على بعد التراث، ولكنه يعتبر من هذا الجانب كذلك موغلا في الحداثة من باب أن التراث هو رافد من روافد الحداثة الشعرية. سي محمد بدويك الشاعر بدأ كما قلت الكتابة في السبعينيات، وأصدر مجموعة من الدواوين ومجموعة من الدراسات،
فهو أستاذ جامعي. ومن بين دواوينه احترى الكرة كل دواوينه جراح ديمون وهو الديوان الأول، أتبعه بديوان آخر تحت عنوان يتبعني صفير القصر، ثم مركبة السنجان، تلته مجموعة شعريات تحت عنوان قرابين، ومجموعة أخرى تحمل عنوان امرأة لا تحصى. وله إسهامات كثيرة كذلك في مجال الدراسات الأدبية بالإضافة إلى هذه الدواوين التي ذكرت بعضها فقط. من بين هذه الدراسات التي أنجزها الأستاذ محمد بوبليك دراسة عن الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة تحت عنوان دراسة في شعرية عز الدين المناصرة، ودراسة في الشعر المغربي كذلك تحت عنوان ناله بما يشتهي ناله كما تشتهي الأستاذ السي محمد بوبليك. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لهذا الحضور البهي في هذا اليوم العالمي الأممي الذي هو يوم الشعر ويوم المرأة ويوم الربيع ويوم الحب ويوم البهجة ويوم الانشراح في خراب يعم الكون برمته، في أتون الحروب والصراعات لا معقولة العبثية التي تضرب شذر مدارا في كل أنحاء الكون. فليس غير الشعر والفن والإبداع والموسيقى ما يمكن أن ينقذنا من هذا التيه ومن هذا الضلال ومما نحن سائرون إليه. لهذا قال دوستويفسكي والكبير وحده الجمال ينقذ العالم. سأقرأ نصيصات على عكس ما أقرأ دائما، عادة ما أقرأ نصوصا طويلة، ولكن عثرت أن أقرأ نصيصات حتى لا أكون ثقيلة. وطبعا هذا الشيء النصوص تختلف عن الشاعرين اللذين سبقان، شاعرة أمينة والشاعر وتحنن الشاعر المغربي المسكوفي الكبير تحنى. أول نص بعنوان بياض كبفت الموتى، ما بيننا صمت رهيب طال وتمدد وكل ينتظر نسمة تأتيه تنجيه مما هو فيه تخرجه من هذا التيه وتحييه بين مخالب اللايقين. أحببت فتاة خبزك تنثرينه بين يدي كما تفعلين في الطيور كل صباح. أحببت حليب شمسك تسكبينه في تويج قلبي متى ما شبح ثلج عاصف في المساء لاح. جزعي الآن أن ينقطع خبزك حليبك وتغيب يداك. منتصف الليل ستسدلين الليل على كتفيك وتتحرجين بنعومة بين يديك حصد ذكرياتي، ثم تكتبين راقصة ضحكتك العاجية على محيا العام الجديد. أمجاد مهن منسية أيتها الفاتنة إنني مولع
كم السجين بنسمة الحرية، مع أنني بائع خدوات ومهرب أعضاء بشرية، وكنت في ماض قريب غسالا للموتى، وقد انتهي عشابا بحانوت مركون في سوق من أسواق البلاد، أو جامع قمامة صباحية في مدن تأكلها الحرب والغارات الليلية، أو متسولا فقط بين الاثنين والجمعة لا أمد يدي مستعطيا إلا للنساء، أو إسكافيا يرفو ثوب الأبدية الممزقة فوق فوهة بركان يتميز من الغيظ. فماذا تقولين؟ ما لم يقل غراب ألمبو. غراب ألمبو قصيدة شهيرة جدا، أشهر قصيدة هي الغراب، وغراب ورمز كذا الموت إلى آخره، وقد كان فتن بها شاعر كبير بودلير وكبار شعراء مرة إلى آخره مرة وغيرهم. أنا تخيلت أن غراب ألمبو كان يريد أن يقول شيء لم يقوله أمام الشاعر الأمريكي الكبير، وهو هذا: كل صباح ترفع الريح من أزارها كاشفة عن رضود في الركبتين، بينما الزمن الرمادي الضاحك يعبر الحجارة الملمومة والأجراف الصلعاء وسط الظلال، ماضي كنهر مجنون نحو عماء النشأة الأولى، منشدا لحنا مجروحا لحن الهالكين الذين أدركتهم رائحة الجثامين المتحللة، وما أفلحوا في شق أجداد لهن قبل اليوم. الحقيقة نائية لا تزال، والزيف يذرع كأنما في صفير لا مبال، يذرع أشجار تفكر وجبال تدخن، فكيف يتسنى لي إجابة أبي الهول عن سؤال الوجود؟ أخبرني كيف قبل أن يملأ صمت آخر أعيننا بالرمل ويحشو محاجرها بحنوط الأموات، قبل أن ترتفع ريح سافية أخرى ويظهر صدأ آخر في أردان الكون وتلابيب الكلام. آخر نص: فينوميولوجيا، لست سنورا حتى الهوى بعظمة القدر، أدرك تماما أن الوقت تبدد وأن الريح لم تعد رخاء، أن الاشتهاءات غادت وأن الزبد في الأرض تسيد، أسامر طائرا بطريقي ككل ليلة في حلمي، أدعوه ليغني وهو يتمرجع على كثبان الثلج لكي أتعدد. كيف برجع؟ لا بقاعد بجوز لا في لا بس لأن الأساسي اللي نهضرنا الشعر ضد الجمال هو الذي يحارب الخراب ويحارب الزيف في الكون، نافذة مناوئة للحرب. لماذا رميت القصيدة في النار؟ لأن لا أحد صدق نبوءتها، ولا سماء حين في يأس قاتل رميتها أمطرت، أو حولت لهيبها إلى معطف برد وسلام. لست مسؤولا عن عالم يترمل، لست مسؤولا عن حرب قادمة لا تبقي ولا تضر. شكرا سي محمد أبو دويك. فالنماذج الشعرية التي قرأها تنبئ فعلا عن التنوع في التجربة الشعرية وعن إشراقات شعرية لا تبقي ولا تظهر. منذ أن عرفته
هذا الشاعر وهو يستعين بعكاز الشعر لمحاربة رداءة الحياة كيفما كانت، وهي كثيرة رداءة الحياة، ما هو رديء في الحياة نصادفه اليوم. يحارب رداءة الحياة بعاطفة نادرة وبلغة شعرية رصينة وبإيقاع لا يرد، إنه الشاعر عبد الناصر لقاح، وهو الذي بدأ الكتابة في الثمانينات أعتقد، وسمحت له هذه المدة بأن يراكم كذلك تجربة شعرية تتجلى في هذه الدواوين التي أنتجها لحد الآن، وهي على التوالي: اشتعال السم وهو ديوانه الأول، أتبعه بديوان آخر اسمه ديوان الأرق، وديوان ثالث تحت عنوان شهوة الأشجار، ثم أخرج ديوانا بالاشتراك مع المرحوم فريد الأنصاري، وهو لمن لا يعرفه كان أستاذا معنا في الكلية وتوفي رحمه الله في وقت مبكر. أصدر هذا الديوان إذن تحت عنوان جداول الروح، ثم بعد ذلك أصدر الأستاذ عبد الناصر أشجار نصيرة الجدلة، وأتبع هذا الديوان بديوانين آخرين، عنوان الأول ماريا تبكي ماريا تضحك، وديوان أخير عن المناضل المرحوم أحمد بن جلول تحت عنوان أحمد بالأحمر يلغي الموت. فنستمع للأستاذ عبد الناصر لقاح. شكرا صديقي العزيز حسن، انا بغيت ندير تاني شي حاجه كيما دري الجبل تحت حمام، ولكن عندي حشرجه في الصوت. لا وتحت لي واحد السنه خويا دريس، والطبيبه ديالي قالت لي ما تصاوبهاش، قال لك خصنا نعيش 6 شهور صوبها، وانا لا اريد ان اكون قبيح. طيب اقرا قطعه، وقطعه تعرفون القطعه النص المكون من 3 ابيات الى غير 7 ابيات، واقرا بعد ذلك قصيده، والقصيده طبعا ما كان من 800 ابيات. دابا ما نخافش منكم انتم، نخاف من الطلبه. دابا كيقولوا دابا ما شفناش هذه 4 شهور ولا دابا كيفهم علينا. شكرا الله يعطيك. صح نصوص يعرفها، تعرفونها لأن نصوص التي لم تظهر في كتبي، بمعنى نصوص التي أقرأها التي ليست موجودة في نعم في الدرج، لكن يعرفها. وحدة أنا قلت أنا وياك هذه 24 سنة، ولا أنا وياك سي دريس فوق ريترا، أنا وياك محمد الطوبي في الله يرحمه في الجلسة كانت معنا حتى بالضبط، لا بدوك ما كانش معنا، ما كانش معنا بدوك، وكنا تقليدي غير كذا حداثة ما كانوش، كان كيك راس صح. هيا يا أهل مدينة
مكناسة، يا أهل مكناسة في أشجاركم كبد اخضرت فصارت على أنوائها شجرة، قد عرس القلب في أمدائكم ألقا فأشعل النار والأزهار والمطر. يا أهل مكناسة للرحمن دركم أن اتجهت بعيني أبصرت قمرا، في ربعكم جرت الأيام هانئة تقدم السعد في أهوائها الكدرا، ونعمة الرب لا أهفو إلى شجر إلا وجدته في مكناس قد كبرا. بعد القطعة قصيدة، القصيدة ناخدها من كتاب نتاع السيد داني، ما عرفش السمية ديالها ما بقاش حافظ فيها، ولكن هو وردها قطعة واحدة كاملة. دونك من السروي، من السروي أم من علا السنديان، من الشعر أم من جلال الكمان، تمرين جزلا على نغم مرور اللقاح على الأقحوان، كانك سحر بهي الغموض يحاصر جسمي بأبهى المعاني، لعمرك أنت جمال جميل وأنت مجازي وأنت بياني، وأنت استعارات روحي وخوفي، وأنت الكنايات وفق الأماني، لمثلك تهف النواشر زهوا، لمثلك تهف النواشر زهوا وتر اشتهاء ضلوع الحواني، وينطق صخر ويخرس شعر ويرقص حرف ويبكي لساني، أمثلك تسكن دنيا يا باب ومثواك طي الحشا والجنان، سأختل فيك وأدخل الدنيا من النار والعشب والغدران، وأبصر فيك انتهاء لذيذا وورد انهيار وجمر حنان، تجيئين ماء على جسدي، تجيئين ماء على جسدي، واحتمالا غريبا وشدوى أغاني، لأجلك أكتب صمتا بليغا، لأجلك أكتب صمتا بليغا أجاوز فيه مدار الزمان، وأهدو هواء وأنفاس روح وذكرى جنون ومحض افتتان، سآتيك فخرا أميرا على رأسه تنتشي صولة الصولجان، سآتيك فخرا أميرا على رأسه تنتشي صولة الصولجان، ويشمل بي ما لبست من النار والماء والروح والطيلسان، ويفخر بي من تربى على الحمق والزهو والوجد والهذيان، فكون انهيار الجميلة وكون المدى والنهار وشوق الدنان، الأمر الإلهي جميع الأولى حاصروا المشتهى لم يروضوا عناني، أنا جسد الريح حين تغني، أنا سبحات الخيال الرواني، أصلي لك الصبح ليلا. هل شفتين كل شفتها كنديها؟ تدرس ولا درناها ناوية؟ ناوية درناها.
ربع الصباح مساء لا موسكو لا موسكو كان مشي وين بعدين طب بعدين تلاقينا موسكو انا وياك يا يا حزن طيب العمر الالهي جميع الاولى حاصروا المشتهى لم يغودوا عناني انا جسد الريح حين تغني انا سبحات الخيال الرواني اصلي لك الصبح ليلا وفي الليل اكرع خمر الصبوح الحصاني اعلم فيك شعور الصغار وأنسى النساء الإماء الغواني تعلمت أن أشتهي شجرا باسقا وضياء وماء جناني وأبني ديارا لقلب احتفالا ليفجع إنس ويبكي جاني سرت خمرتي في ظلامي انتشاء بديع السرى مشتهى السرياني بأي مداد سأكتبك الآن أي المشاعر أي المعاني شكرا شكرا لشاعرنا الأستاذ عبد الناصر لقاح هو أعرف أن الأستاذ ما هو جميل الأستاذ لقاح أنه يحاول بمثابرة كبيرة أن يزرع تجربته لدى الطلبة لكي تنجب هذه التجربة ولذلك فإن له أتباعا كثيرين داخل الكلية وخارجها طبعا شعره طافح بالمحبة والعشق العشق للحياة والعشق للمكان والعشق كذلك لكل ما هو إنساني شكرا له الآن سننتقل إلى شاعر آخر هو الأستاذ رشيد حجيرة والأستاذ رشيد حجيرة من الشعراء الذين أخذوا على عاتقهم تحقيق هذه الطفرة التي عرفها الشعر العربي من القصيدة الموزونة إلى قصيدة النفر ولذلك فإنه يحاول أن يكتب شعرا لا نقول إنه يتخلص من كل قيود القصيدة الموزونة لأنه شعر موقع كما سنلاحظ عندما نستمع إليه ولكنه يحاول أن يتخذ مسافة يمكن أن نقول نقدية مسافة نقدية من القصيدة العربية القديمة الأستاذ رشيد حجيرة وهو كذلك أستاذ الجامعي في المركز التربوي الجهوي بمكناس أصدر ثلاثة دواوين شعرية ثلاثة مجموعات شعرية لحد الآن أول هذه المجموعات أولى هذه المجموعات الشعرية الأول مجموعة الشعرية الأولى تحت عنوان تدابير ثالثها مجموعة ثانية تحت عنوان شروفات متوسطية وله مجموعة ثالثة كما أن الأستاذ رشيد حجيرة كذلك دراسة في الشعر الحديث تحت عنوان الترجمة والتحديث في الشعر حاول فيها أن يرصد ما استفاده الشعر العربي من الشعر الأجنبي وتوظيفه لهذه الثقافة العالمية فليتفضل الأستاذ رشيد مساء الخير بلاد
شاحبة لم يكن واردا قط أن يرحلوا دون أن يذرعوا في سماواتهم نجمة من حنين لمن سوف يأتي غريبا إلى غيبهم بعد حين، ولكنهم ربما رغبة في مقايضة الرجل بالريح غابوا بلا أثر في ضباب كثيف. هم أمام المحال بلا محال، على قلق يصعدون إلى فجرهم يائسين، دمهم فوق قمصانهم خمرة لأساطير توشوش في أذن شمس تبيد، شمس دس في قلبها سالفا ألم شامخ يتلوى كأفعى بلا فحيح، وجع صامت، وجع خارق، وجع أبهم أبكم دون أنين، وجع لا أنيسا برفقتهم فيهمله، وجع لا شموسا برفقتهم فيلهبه. أيها العابرون بلا أمل في نصيب من الخصب، لا تسألوا عن سماء بلا زرقة، لا ولا تسألوا عن بلاد شاحبة تختفي في طريق بلا أجنحة، فلا أرض للجوع، لا دين للجهل، لا وقت للفاجعة. سيرة سيد غير مرئي مجاز غريب كقبر زمان، قصي كوعد محال مكان، ألا الشاهد الغالب البائد البارد لي نشيد تتخللني ترانيمه منذ صبح جنى باكرا نجمة من نخيل السماء، سماء لها غيم من نحاس، سماء بلا بوصلة بكل الجهات، سماء بلا ذبد تملت بنور متردد كدباب، سماء سراب أضعت السبيل إليها مرار، سماء بحدق ومهل تهيئ ورودا وأكوابا لمن سوف يأتي هشيما بكف الرياح، سلاما وحمدا لمن مر بلا أثر خفيفا كرذا لصيد، سلاما وحمدا لهشاشتي مثل قطعة تلج يداعبها وهجراء، سلاما سلاما وحمدا بلا انقطاع. رياح تدس زوابعها في جمجمة وتحط غيما سحيقا يتكوتر في الدم الشارد في عروقي، رياح وفي رفقتي نور غيب بلطف إلى الأبيض الطازج يجذبني، رياح تداري ودائعها عند مرافق ليست لأحد، هناك تماما كما لو فوق بردة لم تغادر هسيسا تتناسخ الأوار، هناك حيث لا أحد، حيث لي سماء بلا وحي تدير أنجمها دكنة تمتد بيني وبين غيبي كخيط دخان، هناك حيث قيل لي كن فكنت ما اشتهيت، قد أكون ولدت سهوا بلا وزن وقافية، قد أكون كبرت سهوا بلا وزن وقافية، لكنني قصدا أحيا بوحي يبتكر الأمل وحدس يوضح الحواس الهاجعة. هذا أنا سمائي أندلسية وأرض عربة تجرها أيائل غجرية، أنا التالب الشاكر الشارد الراشد الشامس العصيف العاصف والغوي الرشيد، لي أسماء متعددة كغيب ولي صفاتي المفردة كشهادة، موعد
حان قبل الأوان موعد حال بعد الأوان موعد يتزاحم في داخل مرجه موعد مقبل موعد مدبر موعد أخضر موعد حان قبل الأوان موعد حال بعد الأوان موعد بينهما موعد خارج الزمان موعد عدم موعد عند باب قديم ندي قفلته حدثا بلا أثر موعد يمضغ الوقت فوق رصيف بلا هواء موعد يمضغ الوقت فوق رصيف بلا شجر أنا من هنا أنا من هناك أنا بينهما في البياض هباء أمامي زرقة تلوح كنقش من جحيم وبيني وبين الخطاطيف صور عتيق يتلاطم في شقوقه رفيف وريش كيف أقفز عاليا وليس عندي زانة كيف أحلق في المدى ولست أقوى على الزفيف إذن فلترشمي يا شريرات ذاكرتي ورقا أحمرا ورقا أصفرا ورقا أزرقا كي أعيد بريشة الرسام صباغة سيرتي هنا قرب شجيرة التوت أدركت طفولتي نشوة مطفأة في رمادها يزقزق طائر ضل سبيله في بساتين نسيت أكمامها معلقة في جسدي برزخ يفصل الهوتين برزخ يلحم الشهوتين هناك حيث بئر بلا مبيد وطاحونة تقطف همز الرياح كلاهما عني يواريان البيت أعني في البحيرة الدافئة التي ضيعتها خفتي كي تواصل فكرتي رحلتها بلا وزن ولا صوت إلى مصب خفي برزخ يفصل الهوتين برزخ شاطر وأنا الشطير هوية هوة لي أنا الغريب الأليف الأنيس وهوية شهوة لقريني هو القريب الجموح الشموس برزخ يلهم الشهوتين فليكن رأس هذا الجنين رأسي وملامحه كمن انعكست فوق صفحة الماء ليست مثلي فيا ليتني كنت ماء فأطفئ نارا وأروي تراب ويا ليتني كنت ماء فأغسل بلادا امتدت إليها أيادي دماء أنا الغريب أو أكاد أكون صورته بين روحي وجثتي جسر ضوء تنشقت من طيفه العتيق ريا يؤالف بين صحو وغفو ريحه أنا الغريب أو لعلي أسارير سريرته عرفت الأسامي كلها ومحوتها كي أصير كتاب صور لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه ترن روحي الندية كأجراس إنذار أنا الغريب أو أكاد أكون صورته أنا الغريب المنسوع بغيبي سماء لي وليست لأحد وأرضي أمومة مرصعة بالحبب لك يا غريب ما تريد لك يا غريب ما تريد لك ماء بئري جرتي سيرتي بلا بدر ولا رياء لك اسمي فريدا غير مرئي نحن أنت أنا أنا أنت متنا شارد ومفرد راشد أنا الغريب المنسور بغيبي سرير لريبي ونبيد لبئري وناي لجرحي وجزر ومد لأي اختلال طارئ في دمي أنا الغريب ممكن من محضر أرعى غيومي بحدس نبي وعين صقر خبير بالمواقع والأشراك أنا الغريب الأشجار التي عصفت بها غيلة أمزجتي أنا الغريب الأشجار التي عصفت بها غيلة أمزجتي ما زالت عصافيرها
عالقة في جمجمتي، فراشات معي في جيوبي، وكواعب وقع أكعبهن كإيقاع رقصة الفلامينغو فوق جسدي، قطيع خيل أندلسي حدواتها حوافر خبب له طنطنة تغيب وتؤوب فوق أكمات روحي. خبب وتر، خبب غجر، خبب طلل، رد قلبي إلى غلواء الولع، مكان حبيب أتيت جرى فوقه أول الوجع وأول الفجع وأول الدمع. شكرا. الشاعر رشيد حجيرة على هذه الرؤى الشعرية المتناغمة التي تعكس كما سبق نشرت في البداية تطورا في القصيدة المغربية، وبهذه القراءة نكون قد أتينا على نهاية هذه الأمسية التي أقلناها بمناسبة اليوم العالمي للشعر بتعاون بين كلية الآداب وبين بيت الشعر بالمغرب. أجدد الشكر لرئيس بيت الشعر الذي غاب عنا في مهمة أخرى، وأجدد الشكر كذلك للسيد عميد كلية الآداب على حرصه وعلى تسهيله لمهمتنا لتنظيم هذه الأمسية، وكل عام وأنتم بشعر.